الناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. ترامب وهيلاري مع السيسي تعهد واعتراف. تجاوز التحديات في سد النهضة. تقصي حقائق القمح من البرلمان إلى النيابة. صخرة سوزان مبارك بدون خطورة على الدويئة. الأسعار الجديدة لكروت المحمول. وإليكم تفاصيل النشرة. الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكي، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة وعدد من المسؤولين والعسكريين السابقين، مشيرا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن لتحقيق مصالح البلدين، مستعرضا برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لا سيما في مجال البنية الأساسية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية. هيلاري وترامب في مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك. فقد أكد دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الولايات المتحدة ستكون حليفا قويا بمصر وستدعمها لمكافحة الإرهاب، متعهدا في حال نجاحه بالدفع بمشروع قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية محظورة. في حين قالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تغيرت تماما وأصبحت دولة مدنية حديثة، مشيرة إلى أهمية تكاتف العالم مع مصر لتصويب الخطاب الديني. على جانب آخر، قالت وكالة يونايتد بريس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على حصول مصر على 8 رادارات حديثة لتعزيز دفاعها الجوي من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن الصفقة مع المعدات المرتبطة بها والتدريب والدعم ستقدر بحوالي 70 مليون دولار، موضحة أن ذلك سيدعم هدف الجيش المصري في تحديث إمكانياته مع تعزيز العمل المشترك بين القاهرة وواشنطن وحلفاء آخرين. ودعم أوروبي لمصر، فقد أكد رين هولد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الطاقة المستدامة، ولديها هدف في أن تصبح مركزا محوريا وإقليميا في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة خلال مؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة إلى الاستعداد الاتحاد على تقديم الدعم المالي لبناء محطات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 1000 ميجاوات في خليج السويس. تجاوزنا كافة التحديات، هكذا علق وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني السفير معتز موسى على توقيع مصر والسودان وإثيوبيا عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي بشكل نهائي في الخرطوم، قائلا المرحلة المقبلة سوف تشهد تفاهما أكبر، ومن الممكن أن نعمل متضامنين لإنجاز مشروعاتنا المشتركة. في حين أكد الدكتور موتو باستا وزير المياه والكهرباء الإثيوبي أن علاقات الدول الثلاثة ستكون أكثر قوة ومتانة عقب توقيع العقود الفنية. تقرير فساد القمح أمام النيابة، فقد أرسل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح للنيابة، وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أحال للتحقيق وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي التي كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب. صخرة سوزان مبارك لا تشكل خطورة، فقد أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغا بسقوط صخرة بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية التي تم إفادها أكدت أن ما تم سقوطه من صخور بمساكن سوزان مبارك ما هو إلا بعض الكسوة الخاصة بالتدبيش لبعض المرتفعات الواقعة بين المرحلتين الرابعة والخامسة ولا تشكل خطورة. تدوين الأسعار الجديدة على كروت الشحن، هذا ما أعلنته مصلحة الضرائب مطالبة المستهلكين بشراء الكروت وفقا للأسعار المحددة. وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة كالتالي: سعر الكارت فئة 10 جنيهات ب 11 جنيها، الكارت فئة 25 جنيها يباع ب 27 جنيها ونصف، في حين يباع الكارت فئة 50 جنيها ب 55 جنيها، وكارت 100 جنيه يباع ب 110 جنيهات. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.